9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. بدأ المصريون في الخارج التصويت في الانتخابات الرئاسية في العديد من الدول حول العالم مثل نيوزيلندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والصين وماليزيا وسنغافورة وتايوان والهند والإمارات وسلطنة عمان. يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني في الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر من 9 صباحا وحتى 9 مساء وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أن غرفة العملية المركزية المشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية بدأت عملها اعتبارا من 10 من مساء الأمس مع انطلاق عملية الاقتراع في نيوزيلندا أولى الدول التي بدأ فيها التصويت الانتخابي. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة إكسبو دبي اليوم للمشاركة في الشق الرئاسي للدورة 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي سيركز خلال أعمال قمة دبي على جهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف على مدار العام الماضي انطلاقا من قمة شرم الشيخ في نوفمبر 2022 والتي ركزت على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام والأفريقية على وجه الخصوص. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بمقر إقامته في دبي المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستلينا جورجيفا. وخلال اللقاء أعرب الرئيس السيسي عن التقدير للشراكة المثمرة بين الجانبين، مؤكدا حرص مصر على استمرارها وذلك بالنظر إلى ما توفره من مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار والأفاق الواسعة التي تتيحها. من جانبها أكدت كريستلينا جورجيفا التطلع المتبادل لصندوق النقد الدولي لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها، مشيدة في هذا الصدد بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية والناجمة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة. وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي. انتهت في 7 صباح اليوم الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس بعدما لم يعلن أي من الجانبين عن اتفاق لتمديدها. هذا وقد ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت سلسلة غارات على جنوب قطاع غزة. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن 30 معتقلا فلسطينيا من بينهم 22 طفلا وثمانية أسيرات من سجن عوفر العسكري ومن معتقل المسكوبية في القدس المحتلة ضمن الدفعة 7 من صفقة التبادل. وقبيل الإفراج عن المعتقلين اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحياء القريبة من سجن عوفر العسكري وصولا إلى منطقة المدارس وسط بلدة بيتونيا. وعلى الجانب الآخر كانت حركة حماس قد سلمت في وقت سابق 8 محتجزين إسرائيليين خلال اليوم 7 لاتفاق الهدنة. استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين في رام الله، وشهد اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، حيث أكد عباس ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار الساري حاليا في قطاع غزة وتحقيق وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل. وأشار عباس إلى أهمية مضاعفة المواد الإغاثية والطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم أيضا ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى. دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى تسريع بناء التحصينات في القطاعات الرئيسية والتي تتعرض لضغط من القوات الروسية خاصة في شرق البلاد. جاء ذلك بعد جولة قام بها زيلنسكي إلى مواقع أوكرانية في منطقة الشمال الشرقي، وهي واحدة من عدة مناطق تحاول القوات الروسية تحقيق تقدم فيها مؤخرا واستعادة مناطق خسرتها لصالح القوات الأوكرانية قبل عام.
وذكر زلنسكي أن أحد الاجتماعات التي عقدها مع القادة تناولت التحصينات.